شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، اولا اود ان احييكم على هذه المجهودات التي تقوم بها الحكومه بالفعل، لان هذه برامج واضحه. عندما تقول الحكومه بانها بصدد اعداد استراتيجيه في اجل معقول من هنا نهايه السنه، فهذا واضح ونحييها على هذا المجهود. عندما تقول بان ستذهب في اتجاه تكوين في المجال البحري في الملاحه التجاريه، ايضا ننوه بمبادره الحكومه ومبادرتكم شخصيا على هذا المستوى، هذا لانه بالفعل السياده البحريه على مواني المملكه هو مساله استراتيجيه، والمغرب الان الفاعلين الوطنيين تقريبا توقفوا جميعا لمشاكل جميع يعلموها الان وتعلمونها السيد الوزير بالطبع. وهذا الفقدان ديال السياده راه يسبب اشكالات لا من ناحيه نقل البضائع كما تعلمون، ولا من ناحيه نقل الاشخاص. بالنسبه للبضائع يرتهن الاقتصاد الوطني للفاعلين الاجنبيين، وهذا بالفعل هذا قد يسبب اشكالات في التصدير، ايضا يسبب اشكالات في استقبال العمال المهاجرين. والان نحن مقبلين السيد الوزير على او بدات بالفعل العوده ديال العمال المغاربه بالخارج، يتعرضون للابتزاز، يتعرضون لارتفاع اسعار ديال التذاكر في الموانئ الاجنبيه، كاين ايضا يتعرضون الى السوق السوداء اللي هي الان رائجه في السيت او في جنوا. كاين عائلات السيد الوزير تصل من امستردام ومن كولونيا ومن باريس ومن مدن اخرى في الشمال ديال اوروبا، تصل الى السيت او جنوا ولا تلقى التذاكر موجوده، كيقول لهم اما العشيه اما غدا. فننوه باراده الحكومه ورغبتها في حل الاشكال ديال الملاحه التجاريه وحل الاشكال ديال القطاع النقل البحري للمسافرين، ايضا في دفتر التحملات نحثكم على ان تكون هذا الفاعلين الوطنيين انه يكون عندهم تواجد ايضا بالدول الاوروبيه، حتى يتمكن المغاربه المهاجرين من الحجز عن بعد والحجز المسبق، باش تكون الامور ديالهم مسهله في الفتره ديال هذا. محترم، شكرا.